يقول تجوز الاستعادة بصفة من صفات الله كالاستعادة بكلمات الله، فما الضابط الذي حصل به التفريق بين الاستعادة والدعاء حيث لا يجوز دعاء الصفة؟ وجوابه أن الاستعادة بالصفة هي سؤال بها، ودعاء الصفة هو سؤال منها، فصار بينهما فرق، لأن الأول من باب التوسل، فهو يتوسل بصفة الله عز وجل إليه ويسأله بتلك الصفة، وأما في دعاء الصفة كما لو قال يا رحمة الله يا يد الله يا وجه الله وأشباهها، فإنه يكون سؤالا للصفة نفسها وطلبا منها. المهم كون الصفة مباينة للموصوف وأنه يدعو غير الله عز وجل، فحرم دعاء الصفة اتفاقا، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كفر بإجماع المسلمين. وأما الاستعاذة بالصفة فليست من هذه البابة.